السلام عليكم طلاب، اليوم تجربتنا راح تكون الفويس اوفر اي بي او بمعنى اخر الاي بي تليفوني بيسكس. الفويس اوفر اي بي الغرض منه هو بروتوكول لاستخدام بروتوكول الانترنت لنقل الصوت عن طريق الانترنت. طبعا تسمي الشركات اللي توفر خدمة نقل الصوت عن طريق الانترنت بالشركات الموفرة للخدمة، والبروتوكول اللي يقوم بنقل الاشارات الصوتية هو بروتوكول الانترنت، بحيث ممكن يكون عدد من الأشخاص المتصلين بالشبكة يستخدمون هذه التقنية للمكالمات الصوتية الجماعية. طبعا من 1995 وجدت هذه التقنية. أي راح نستخدم الكونفيجريشن، راح نبرمج، راح ندز الصوت بين تليفونات اي بي 2، راح نستخدم هذه التقنية الراوتر حتى نبرمج التليفونات الثنين، وراح نستخدم تقنية الدي اتش سي بي حتى نوزع الاي بيات للتليفونات المرتبطة بالشبكة اللي عندي ضمن نفس الرنج اللي انا اختاريته للشبكة، ماشي. فأي جهاز يجي يتصل بالشبكة سواء كان حاسبة، لابتوب اعتيادية، ديسكتوب، طابعة، كاميرات مراقبة، تليفون، اي جهاز يتصل بالشبكة راح يكون يوجه للدي اتش سي بي سيرفر انه انطيني اي بي خاص، لان انا ما عندي اي بي، يعني يكون وكأنه ما موجود اذا ما عنده اي بي خاص بي. من ضمن المعلومات اللي يدزها للدي اتش سي بي سيرفر هو الماك ادرس مال الجهاز اللي متصل بالشبكة. فالدي اتش سي بي سيرفر راح ينطي اي بي للجهاز. طبعا تفيدنا هذه التقنية اذا كان عدد الاجهزة المتصلة بالشبكة، شبكة كلش كبيرة وعدد الاجهزة المتصلة بها كبيرة ايضا، وتفيدنا اذا بينما اذا كان عدد الاجهزة المتصلة بالشبكة قليلة فتفيدنا انه ندخل ماني واضي، ندخل الاي بيات، احنا نسيت اي بيات للاجهزة المتصلة بالشبكة. فلهذا وبحالة الدي اتش سي بي اذا كانت عندك الشبكة كبيرة، فالجهاز من ينفصل عن الشبكة مالتك من يرجع احتمال بغير اي بي، تسيت له اي بي جديد لان الاي بي احتمال راح لغير جهاز. هذه تقنية الدي اتش سي بي، راح نبرمج الراوتر بالكونفيجريشن اعتيادية والدي اتش سي بي والتليفوني سيرفيس. راح نستخدم الباكيت تريسر راوتر 2811، راح نستخدم السويتش اللي عندنا اللي هو 2960، وراح نستخدم اي بي تليفوني عدد 2، راح ندز الصوت بين هذني التليفونين. نرجع على اوتوماتيكالي كونكشن، يا اما نختار له كبر ستريت ثرو، لان اجهزه مختلفه اللاين اللي نختاره كبر ستريت ثرو، او تقول له اوتوماتيكالي تشوز كونكشن تايب. هذه الاجهزه اللي عندك مرتبطه بالشبكه. طبعا راح نبدي نبرمج الراوتر. قبل لا تبدي راح نشغل التليفونات عن طريق الادابتر، ليش؟ لان هنا السويتش اللي عندي مو باور اوفر ايثرنت، ما يشغل التليفونات من واحدة، راح تحتاج ادابتر يشغل لي التليفون. وننتبه اذا كان عندنا غير نوع سويتش ما راح نحتاج الادابتر يشغل التليفون، بس بالبداية راح ناخذ الباور ادابتر دراج اند دروب، نربطه على التليفون الاول. كيفك تريد تربط بس تليفون واحد بالبداية أو تليفونين عادي، والباور أدابتر تربطه للتليفون الثاني. سرع السيميوليشن مثل ما نشوف اللاينات مرتبطة للآي بي تليفوني. بس نبدي ببرمجة الراوتر. Command Line Interface يقول لك Would you like to enter the initial configuration dialog؟ تقول له لا، أنت تريد تبرمج. تقول له No، وانت راح تبرمج. Enable راح تحدد اول شيء الانترفيس اللي هو F00، هذا اللاين الاول مع الراوتر، من تخلي عليه المؤشر يطلع لك F00، فانت راح تحدد F00 وراح تنطي اي بي ادرس للشبكة مالتك 192.168.10.1، راح ناخذه حسب المحاضرة اذا السبنت ماسك. هسه تشوف اللاين مع الراوتر بقى مطفي، بقى اوف،
لانه شنو تسوي حتى تحوله للون الاخضر؟ يعني تسوي اب راح تقول له نوش داون، تعطيه اعاز نوش داون. راح تشوف اللاين عندك تحول للون الاخضر. بس الكونفيجريشن هذه كملتها للراوتر، الكونفيجريشن الاعتيادية للبورت مع الراوتر. وراها شي تروح تطلع لي من الكونفيجر اف، ترجع لي على الكونفيجريشن الاصلية، تقول لي اكزيت. وراها هسه ايش عندنا؟ هسه نبدي برمجة الدي اتش سي بي. ثاني برمجة عندك هي الدي اتش سي بي، فاللي راح تبدي بيها شو تقول له؟ تقول له اي بي دي اتش سي بي. راح تختار مجمع من الاي بيات للدي اتش سي بي وتسميها باسم انت تختاره. احنا هنا سميناه فويس، هذا الاسم انت تقدر تسمي اي شيء انت تريده. ضمن طبعا تختار الاي بيات ضمن الشبكه اللي حددتها، الاي بيات مال دي اتش سي بي. وراها تنطي النتورك مال دي اتش سي بي اي بي. وراح تنطي الديفولت الاي بي مال راوتر، ديفولت راوتر. وراح يختار لك اوبشن 150 اي بي من بين 150 اي بي للدي اتش سي بي، وزعها على الاجهزة المتصلة بالشبكة وتذكر الاي بي الاصلي اللي عندك مع الراوتر. تنطي انت. هسه كملنا برمجة الدي اتش سي بي، شو بقانا؟ بقانا برمجة التليفون. هسه منا تقول الكونفيجريشن مال دي اتش سي بي، تطلع منها تنطي اكزت، تروح للتليفوني سيرفز. راح يفتح لك الكونفيجريشن مال تليفوني. شو تحدد اول شيء؟ تقول له الماكسيمم دايركتوري نمبر، ماكسيمم دي ان، اكبر عدد ارقام راح نطيها للتليفون هو 5، فرضا تقدر تبدلها. ورا تقول له الماكسيمم ايفونز، اكبر عدد تليفونات راح اربطها على الشبكه هذه فرضيا، ناخذها حسب المحاضره 5، ماكسيمم ايفونز 5. وراها شنو تنطي؟ راح تنطي الاي بي سورس ادريس. احتمال هذه الشبكه تكون مرتبطه بشبكه لاخ اخرى مكونه من راوتر سويتش وتليفونات اثنين حاسبه اي شيء، فراح لازم تنطي انت الاي بي سورس ادريس لهذه الشبكه. نطي الار بي سورس اي بي سورس ادريس 90 اللي هو مال راوتر الاصلي مال شبكتي هذه اللي انت سيتتها. بعدين نكمل شنو راح نسوي؟ راح نسوي انتقاء ذاتي، اوتو اساين. هسه يا ام ارقام التليفونات اللي اني اسجلها، اقول له يا اما رقم التليفون الواحد يكون مكون من 4 إلى 6 ارقام، يعني اني اختار بكيف. احتمال هذا الرقم انطي واحد التليفون، انطي واحد 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 واحد، يعني من ادق عليه ادق عليه عن طريق 4 ارقام، او انطي 5 او 6، هاي انت تسيتهن بكيفك. بس لازم تحدد لي اوتو اساين، تخلي رنج للانتقاء الذاتي اللي موجود عندك. تقول له اوتو اساين نفس الحالة 1 2 5. وراها ايش راح تحدد بعد؟ راح تنطي لكل تليفون رقم خاص به، حتى من تدق عليه تدق عليه عن طريق هذا الرقم. فراح نقول للإيفون دايركتوري نمبر للتليفون الأول، رقم التليفون الأول هذا أريده. شوف فتح لك الكونفيجريشن إيفون دايركتوري نمبر، الرقم الأول أريده نمبر رقم التليفون اللي حددته، راح أخذ 5 4 0 0 1 فرضا، تقدر تختار أي رقم أنت تريده. ورا تروح للكونفيجريشن الإيفون دايركتوري نمبر الثاني للتليفون الثاني،
ايش تنطي دايركتري نمبر، ايش تنطي النمبر مالته اللي ادق عليه عن طريقه ورقا خمسة، انت تقدر تختار اي رقم تريده. 002. هسه كملنا من برمجة الراوتر، نروح نمكن السويتشات للبورتات مال السويتش اللي عندك. Command Line Interface Enable راح تحدد لي الانترفيس رنج البورتات مال السويتش اللي احتمال اني اربط عليها التليفونات. راح اقول له اف اوف الصفر، فرضا اني راح انطيك من الواحد، بقول له انترفيس رنج، الرنج مال اي مال البروتات اللي راح اشتغل عليهن اف اوف الصفر من الواحد للخمسة، فاست ايثرنت من الواحد للخمسة، هاي فرضية. وراح شو تقول له حتى تمكنني البورتات مال السويتش، هذا اللي عاز ثابت سويتش بورت مود اكسس. سمحت بمرور البيانات عن طريق البورتات مال السويتش، واخر اعاز راح تستخدمه سويتش بورت فويس، هذا طبعا نفس الرقم نفس الاسم اللي اختاريته للدي اتش سي بي بالبداية، المجمع الدي اتش سي بي، اذا كنت مسميه غير الفويس راح تسميه هنا الاسم غير عن الفويس. هذا الاعاز شنو وظيفته؟ هذا الاعاز راح يفتح لك، راح يكون لك شبكة محلية ظاهرية يتم التعاون مع حزمة الصوت عليها، Virtual Local Area Network، سميها واحد، تنطي انتر. عندنا خطأ السويتش، نعطي انتر سويتش، ها اكو سي ان. وراها هسه كملنا، راح نسرع السيميوليشن، نروح نتاكد التليفونات اخذت الاي بي من الشبكه المحليه، اخذتها مثل ما تشوفون الفيلان 1 اللينك مالتها اب، والاي بي ادريس الموزع لها احنا برمجنا، حصلت من الدي اتش سي بي راوتر، من الدي اتش سي بي سيرفر حصلت 192.168.10.3، والسويتش هنا اللاين مالته اب، مثل ما تشوف الجيت واي مال راوتر الاصلي 192.168.10.1، رقم التليفون هذا من اريد ادق عليه ادق على 54002، الموقع الفيزيكال لوكيشن قد يكون ببيت قد يكون باوفيس، طبعا هذا التليفون اقدر ادق عليه على شخص عنده تليفون اي بي فقط، طبعا يكون ارخص من التليفونات الاعتيادية مثل ما تشوفون، تتذكرون قبل كانت المكالمات الدولية شلون تكلفتها عالية، فشافوا انه باستخدام الانترنت بروتوكول هذا النوع من التليفونات انه راح يوفر لك هواية. هذا التليفون الثاني تشوف انه الاي بي ادرس الى 192.168.10.2، حصله من الدي اتش سي بي سيرفر، يعني توزع له هذا الاي بي اوتوماتيكيا، والجيت واي نفس الحالة رقم التليفون هذا 54001، الموقع قد يكون ببيت او يكون باوفيس مكتب. فمن كملنا هسه تروح لي على الجرافيكال يوزر انترفيس، اريد اختبر هذا التليفون يتصل على تليفون اخر من نوع اي بي، مثل ما تشوف رقم التليفون هنا 54002، افتح لي التليفون الثاني، تروح على الجرافيكال يوزر انترفيس، من هذه الشاشة هسه مثل ما تشوفون عندنا شاشتين تليفونين، خمس هذا رقمه 54001 54002، يا اما تدق على التليفون هذا عن طريق الكيبورد او تستخدم الارقام 54002. دقيت على نفس الرقم بينما انت المفروض تدق على هذا التليفون، وش تقول لي 54001، شيل السماعة، يقول لي اجتني مكالمة من 54002 من هذا التليفون، ويقول لك the phone is ringing. شيل هذا التليفون كاتب لك connected، وهنا أنا أيضا connected
بنفس الطريقة تقدر بالعكس تدق من هذا التليفون على هذا التليفون. وها هي طلاب، شكرا.